الحالات ديال النسبه ديال الاولاد بحال ديال البنات دونك المشكل اليوم كاين في, في الادمان رجع تنقدر نشوفه نصيبوه اكثر من اكثر ومن تيجي عندنا العائلات وتيكونوا عندهم وليدات مدمنين والوليدات تيقصروا ما بقاوش في الدراسه ديالهم تيمشيو <applause> على الدراسه ديالهم حنا تيجيو بواحد واحد لورجونس تنقولوا و تناخذوا لا بريزون شارج تكون لا بريزون شارج جلوبال ديال العائله وديال داك الطفل ومني تن تيكون العلاج يكون العلاج على خص بعدا الاراده ديال الطفل والاراده هذيك تاخد وقت وسوفون اللي هي مني تي يبدا العلاج تيصيب صعوبه واحد الاسبوع الاول بحال دابا كان اوسبيتاليزاسيون كان تينعس الولد ولا البنت في السبيطار واحد السيمانه الاولى تكون صعيبه بزاف حيت كانت تحسب القطعه وجميع الاشياء اخرين ومن بعد تيرتاح في العلاج وتنقدروا نخدموا في الـ في الـ لا موتيفاسيون ومن بعد من بعد واحد الوقت ملي تيوصل واحد ثلاثه السيمانات تنقدروا نصيبوا واحد النتيجه باش داك الولد تيصيب الرغبه باش يعاود يرجع للدراسه ديالو تيعاود يرجع للعلاقات مع الاهل ديالو تتحسن مع مع اصحابه وتن المهم بعد هي تنروي وتندير واحد لي تيرابي دو غوب اللي سميناهم بريفونسيون دو لا باش باش الطفل ولا داك المدمن ما يعودش يرجع للادمان ديالو دونك هادوك تنديرو في واحد صفات مهم من هي الاماكن اللي كان تياخذ تي فيها الادمان الاصحاب ديالو و تنعودو نسونسيبيليزيوه على شي حوايج مهم من هي العائله القرايه السبور لا آه، باسيون اللي خصو يرتاح في شي حاجه زوينه اللي تعجبو الرسم ولا الموسيقى ولا السبور وعاوتاني آه الدراسه الدراسة تساعد الطفل آه والسبور والعائلة تكون علاقة زوينة تساعد الطفل ما يبقاش يبعد الإدمان المشكل الصعب هو من يكون الإدمان مع مرض نفساني هذا هو المشكل الكبير اللي تنصيبو ولكن متى تيكون الادمان بوحدو وتتكون واحد العائله موجوده وتساعد المدمن تنصيبو واحد الحمد لله واحد السهوله وتنخدمو بس على الاراده ديال داك الطفل ومتى تتكون الاراده تتخدم مزيان الحمد لله تيكون واحد النتيجه مزيانه بزاف النصيحة هي آه يعني الأهل يكونوا مقربين لوليداتهم آه بحال اللي تيقولوا تيقولوا شوية لا خصنا نعطي الوقت الوقت واخا يكون غير شوية ولا يكون لا خص واحد الوقت لولدك تشوفيه تعرفي فين تيمشي فين تيجي مع من تيجلس وخصو توجديله له له واحد آه واحد البروغرام يعني يكون تيدير سبور يكون تيدير يكون تيدير شي حاجة الموسيقى يكون تيقرا مستعد يقرا تتعجبو القرايه وانت تتعجبي في القرايه يكون تيزور العائله ديالي وهادو الحوايج مهمين صحابو شكون هما صحابو شنو تيدير مع صحابو كيفاش تيفكر واش ينعس بكري واش تيفيق بكري واش عنده سهوله باش يفيق في الصباح هادي كلهم شو حوايج مهمين بزاف بيان سور على الوليد اللي تيبدا يطلب الفلوس بزاف تيبيع تيقولك تلف التليفون ديالو طاحلو له تيبدا يكذب واحد الاستمرار دائما تبدا يكذب على شي حوايج بعض المرات بسيطه ومن بعد الكذوب تبدا يكبر الوليد اللي تي اللي تي ما تقدرش في الصباح باش يمشي للمدرسه ديالو تبدا يخلق مشاكل مع المدرسه تخلق المشاكل في الدار تخلق المشاكل في مع العائله في مع في الزنقه دونك هادو هما دي سين مهمين بزاف اللي الواحد خصو يقول شنو واقع شنو كاين وما خصش الواحد الو... يخاف ان يدير التس لولده. مهمه بزاف التيست كيك شوز اللي تخلي الولد يخاف وقايه. المشكل ديال الادمان حنا كاطباء تيوصلنا حتى ت... الانسان تيمرض وتكون عنده واحد العوامل اللي هما طبيه وواحد السلبيات على الجسم ديالو او على العقل ديالو وهذا مشكل صحي. نعطيك واحد الارقام اللي اساسيين تقريبا عندنا 5%. في المغرب 5% ديال الناس اللي توصلوا اكثر مع 15 سنه اللي عندنا الاحصائيات ديالهم بانهم عندهم مشكل ديال الادمان واللي لاحظنا هي بعدا عندنا 800 الف شخص اللي عندهم هذه المشاكل ديال الادمان ديال استعمال استعمال لا دروغ ديال وبصفه بصفه اساسيه ماشي بصفه مره مره بصفه على واحد سو ابل دي كونسوماتور رجولي وهذا هذا 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 مشكل مشكل طبي طبعا ولكن مشكل مجتمعي حتى علاش؟ لأ لان ما عندناش المراكز المراكز ديال محاربه الادمان على على الصعيد الوطني طبعا كاين مراكز في المستشفيات الجامعيه وكاين مراكز في وزاره الصحه ولكن هذه المراكز ما, ما عندهمش عنده الكيفيه وما عندهمش الامكانيات لا الامكانيات ديال الموارد البشريه او الامكانيات الماديه او الطبيه او الادويه باش يعالجوا هذا المشكل اذا حنا كجمعيه من القطاع الخاص ومن القطاع العام اش بغينا بغينا مع الدوله مع المؤسسات مع الوزارات الصحه مع وزاره الشباب والرياضه مع التعليم ومع آه، مع وزاره الداخليه مع وزارات اخرى ومع كفاءات اخرى في البلاد ديالنا باش اولا نفهموا شنو هما العوامل ديال هذا المشكل الصحي والمجتمعي العوامل خصنا نفهموها وخصنا نديروا بحوث علميه باش نعرفوا شنو هما الدوافع ديال هذا الشاب علاش واحد الشاب ديال 13 14 عام غادي يبدا يكمي او يتحشش او ياخذ لا او يشم علاش اذا كاين عوامل كاين عوامل خصنا نفهموها باش نحاولوا نساعدوا ونديروا الوقايه، وحنا تنقولوا الوقايه خير من العلاج اولا، وملي غادي نفهموا هذه الدوافع ونفهموا شنو هما التفسير، التفسير ديالهم بالمفهوم الاجتماعي والاقتصادي والطبي والبيولوجي، غادي يمكننا حنا كطرف، تنقول غير كطرف كاطباء، نحاولوا نقترحوا حلول، الحلول اللي تكون معقوله اجتماعيا واقتصاديا و... 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 وعلميا وحتى حتى ك... كمجتمع حتى ولكن ما خصناش احنا كمجتمع نقولوا بان ما عندناش الادمان في المغرب او ما عندناش لا او ما عندناش الحشيش او ما عندناش الكول او ما عندناش الخمر او ما عندناش او ما عندناش او ما عندناش ولا السيليسيون او او بزاف ديال, ديال المشاكل الاخرى تنشوفوا هاد, هاد الاطفال ديالنا في ال في, ال في الزنقه تنشوفوهم كل نهار اذا ما يمكنناش نغمضوا علينا اش حنا اللي اللي بغينا بغينا اولا إحنا كاطباء واختصاصيين مع الدوله نحاولوا كيفاش يمكننا نتجنبوا اولا نتجنبوا

وانتم عندكم واحد الدور اساسي انتم كرجال ونساء ديال ديال الصحافه علاش؟ غير باش تفسروا حتى انتم المواطن تعطوهم غير هذيك الكلمه الكلمه اللي عندها اللي عندها واحد المفهوم علمي وتفسيري باش باش نفسروا بان راه هذا المشكل تيخص جميع جميع العائلات في المغرب وباش كاين حلول كاين حلول اللي يمكنهم يطلبوا الوقت ولكن هذه الحلول اولا الا الا اعترفنا بان كاين عندنا مشكل وبان هذا المشكل عنده حلول وإحنا كمجتمع يد في اليد يمكننا كنا جميعا جميعا نتفاداوه ويمكننا نتكفلوا بهذا المشكل اللي ماشي غير مشكل طبي تنعاود ناكد عليه فمشكل مجتمعي للمغرب ما خصوش عليه البحوث اللي درنا في ميدانيا لاحظنا بان كاين بزاف ديال لي طابو يمكن لي يعني نستعمل هذا هذا اللفظ لي على على المشاكل ديال المراه المغربيه بان المراه المغربيه ما, ما, ما تدخنش المراه المغربيه ما تشربش الخمر المراه المغربيه ما تتشمش المراه الطفله المغربيه ما تاخذش السيليسيون هذا هذا غلط هذا غلط لان عندنا عندنا بحوث علميه وعندنا عندنا عندنا سكون دي في سيانتيفيك اون دي دوني دو تيغان اللي بينوا بان طبعا النسبة ماشي عالية بحال في, 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 في شي بلدان أخرى أه ولكن كاينة واحد النسبة اللي 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 خصنا نتكفلوا بها ونخموا فيها وملي تنجيو نلاحظوا بأن السن باش تيبداو هذا الإدمان وملي تنلاحظوا بأن العواقب تنلقوا بان المراه نسبيا اكثر من الرجل عندنا بحال دابا واحد واحد القنا القنا في البحوث بان بحال دابا لا تكلمنا غير على السجائر على التدخين تلاحظوا بان السن اللي تنبداو فيه التدخين وتنعرفوا بان لا بدينا التدخين في واحد السن مبكر فالعواقب اكثر واخطر على على الصحه لا الصحه البدنيه ولا على الصحه النفسيه فلاحظنا بان المراه ملي تتبدا تستعمل السجائر تتبدا في واحد السن قبل من الرجل. وتلاحظوا بان ملي الانسان تبدا تيدخن بحال دابا بواحد بواحد الصفه اللي ريجولير اللي حنا تنقولوا على على, على 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 مده طويله ف النسبه ديال السجائر اللي تيدخنوا فاكثر عند النساء من عند الرجال ولاحظنا حتى هذا الشيء حتى في الخمر ف ما نتكلموش حنا على واش تنشربوا اكثر تنشربوا بان نسبيا من الانسان تبدا وفي واحد المده تلاحظوا بان المراه حتى هي حتى هي عندها مشاكل ديال الادمان وهذه المشاكل عندها اكثر تاثير على الصحه ديالها اكثر من الرجل وهذا لسبب لسبب بيولوجي وحتى ماشي غير بيولوجي بيولوجي وحتى مجتمعي ايضا في بلاد ديالنا